عودة إلى الجزائر وإلى الخبر الأبرز بها، وهو رحيل قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح رئيس الأركان. ينضم إلينا من الجزائر عبد الرحمن صالح الكاتب والباحث السياسي. سيد عبد الرحمن، ما بين الرئيس السابق بوتفليقة والرئيس الحالي تبون، عاشت الجزائر مرحلة عصيبة لعب فيها الراحل قايد صالح دورا رئيسيا إن لم يكن الدور الأهم. الآن بعد غيابه وبعد رحيله، هل هناك من يملأ فراغه؟ نعم، مرحبا بكم بالسادة المشاهدين. بداية نترحم على روح الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. المرحوم الفريق أحمد قايد صالح قيد حياته كان قد ملأ الجزائر عرضا وطولا طوال العشرة أشهر الماضية. ارتضى وقرر المضي في حل ارتآه أنه الأكثر ملائمة للخروج من الأزمة، وأكمله إلى النهاية وأكمل المشوار إلى النهاية. الآن أنا في تقديري الخاص أن الجزائر ما قبل القايد صالح وما بعد القايد صالح هي جزائر مختلفة، لأن المرحوم يعتبر آخر ضابط أو آخر اثنين من الضباط السامين ممن شاركوا في حرب التحرير الوطني، ممن يحملون الإرث التاريخي والشرعية التاريخية. الآن المؤسسة العسكرية انتقلت وتنتقل إلى جيل جديد من ضباط شباب، خريجو المدارس الجزائرية، خريجو الجامعات الجزائرية، احترافيين عسكريين بالمعنى الحقيقي وليسوا عسكريين سياسيين في نفس الوقت. وبالتالي فإن المشهد السياسي الجزائري سيعرف تغيرا بشكل واضح. لن يعود بالإمكان الحديث عن مراكز قرار أو عصب تتخذ القرار، لن يعود في الإمكان الحديث عن دور الجيش في صناعة الرئيس. أقول أن هذا العهد قد انتهى بوفاة الفريق أحمد قايد صالح، بانتهاء الإرث التاريخي الذي كانت تحمله مؤسسة الجيش باعتبارها من تحملت عبء حرب التحرير إلى جانب الشعب طبعا، ولكن الجيش الوطني الشعبي باعتباره سليل لجيش التحرير الوطني، فإنه كان عبر ضباطه الذين شاركوا في حرب التحرير يحملون هذا الإرث التاريخي وهذه الشرعية التاريخية. سيد عبد الرحمن، على مستوى سيد عبد الرحمن، على مستوى المراسم، كيف سيودع الجزائريون قايد صالح؟ أتصور أن تكون هناك جنازة رسمية كما تم الإعلان عنها يوم الأربعاء القادم، جنازة رسمية عسكرية باعتباره ضابط سامي وأرفع الضباط رتبة وتوفي وهو في الخدمة، بالإضافة إلى جنازة شعبية. فالقايد صالح يعني حتى وإن اختلف الجزائريون حوله وتعددت رؤيتهم إليه، هل أخطأ هل أصاب في رؤيته للحل، إن أنه يحظى بالاحترام، وعلى الأقل من باب اجتهد، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وبالتالي لا أعتقد أن الجزائريين سيتخلفون عن جنازة تليق برجل ملأ الدنيا، ملأ الجزائر طولا وعرضا طيلة عشرة أشهر. عبد الرحمن صالح الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الجزائر العاصمة، فشكرا لك.